تقول لك امين يا رب. حبيبه حبيبه يا حبيبه، عايزه تقولي ايه؟ يلا قولي قولي اللي انت عايزاه قولي. احب اعرفكم ان السيد احمد شعبان علي صوتك عشان علي صوتك بقى. الناس كلها تسمعك. احب اعرفكم ان الشهيد، ايوه من الاول بقى كده، وعلي صوتك يلا. احب اعرفكم ان الشهيد احمد شعبان بطل من ابطال مصر. شطور. بطل من ابطال مصر. برافو. الله عليك. برافو. الله عليكي. وانا بحب مصر. برافو. انت عارفه ان باباكي فعلا بطل، بطل قوي، وعارفه كل طنط من دول ابنها برضو بطل. طبعا بطل طبعا. جامد قوي، وفي زيهم بقى كتير قوي قوي. عارفه ليه؟ هناك عشان هما احنا بنحب مصر، ضحوا بروحهم عشان خاطر مصر. ايوه طبعا، عشان يحاربوا الناس الوحشه اللي بتقتل فينا. والله حضرتك يا ريت الناس ترى، يعني كمان قولي مثلا 10 سنين كده هيبقى في جيل كامل. انا مش بحب اقول الكلمه دي، بس ده جيل فعلا ابناء الشهداء، هيبقى جيل يتامى كلهم هيبقوا اخوات وكلهم هيبقوا حبايب. فيعني ربنا يهيئ الخير لمصر يا رب، عشان هم يعيشوا في امان ويقدروا يعني يتوفر لهم الامان ده. على قد ما ابهاتهم ضحوا للبلد، فلازم الولاد دولت ربنا يحميهم جميعا، ولازم يعيشوا في امان يا رب، يطلعوا لو في امان في مصر. يا رب يا رب، على الاقل يعيشوا بقى عيشه كويسه يعني بعد كده. رغم وجعنا ورغم قلبنا اللي وجعنا على فراق ولادنا، بس احنا برضو بنكمل مسيرتهم. يعني اي مؤتمر بيبقى فيه تأييد لسياده الرئيس انا بنزله، كلنا بنروح في كل مكان. احنا لازم نكمل مسيره ولادنا مهما بكينا ومهما عيطنا في بيوتنا، بس لا احنا بكانا الاكبر على بلدنا. احنا كلنا لازم فعلا على فكره، بس احنا جامدين وعندنا صبر. احنا زدنا قوه على فكره. احنا جامدين وعندنا صبر. ديت رغم وجعها والمها لكن بتقوى. بتقوى ليه بقى؟ لان انا فخوره بابني، فخوره بابني ان هو عمل كده كل ده عشان مصر. فانا ليه بقى؟ انا جمت يعني رغم ألمي ووجعي، لكن أنا جامدة وبحبيت مصر أكتر وأكتر. وهنزل وهنتخب، حتى لو قالوا في نار في الشارع أو هيضربونا أنا هنزل. يا ريت يخلوا الستات تتطوع وإحنا نروح ونجيب حقهم. والله بجد أنا عايز أقول لك يا رشا إن أنت في كلمتك وفي الاحتفالية قصاد الرئيس، الوفاء والإخلاص والنبل اللي قدمتيه في كلمتك لما حييتي والدة زوجك، ده حقها إن هي عرفت تربي. الحمد لله. يعني قد ايه زدتي في نظرنا احترام وكل زوجات الشهداء حق امهاتهم ده عليهم. هي بقت بنتي دلوقتي، بنتي، لان هي بنت اختي اولا. هو كان بيوصيني، هي وصاكي عليها طبعا. وكنت انا معاها على طول من قبل. يا مامي بصي يا مامي، انت كنتي طالعه في التلفزيون يا مامي دلوقتي. مامي وتيتا كانوا طالعين هما بيحضنوا بعض. بصي يا حبيبه، شايفه المنظر ده؟ صورة رائعة الحقيقة. الحقيقة كل صورة من الصور دي رائعة. الحمد لله. وكل شهادة من شهادات أمهات وزوجات الأبطال الشهداء، والله صعب قوي إنك تتكلم أو تعلق عليها، ومفيش أصلا تعليق عليها يكفي. لكن أنا هاخد من كلمة السيدة نجاة اللي بتتكلم على استكمال المسيرة. وبرضه هاخد من كلمة الجميلة الأستاذة رشا أرملة الشهيد، وهي بتتكلم على فكرة، وهي بتقول لو فتحوا باب التطوع للستات احنا هننزل، وهي زوجة طبعا. شهيد طبعا. أرملة شهيد طبعا. يعني فكرة انه موضوع اليأس ده مستحيل يدخل لقلب زوجة الشهيد او ان احنا ام كده الشهيد او اخت الشهيد، ولا حتى ولاد الشهداء لما يكبروا بيزدادوا قوة وامل. الطبيعي بقى، الطبيعي انه الحالة دي تنتقل لينا. الطبيعي ان احنا كمواطنين نحس بالحالة دي ونفتخر بيها، نتكلم عنها ونتكلم عنها لولادنا، نعرفهم، لان هو ده امتداد الاجيال. ده اقل حاجه نقدر نعملها. ما كانش ينفع يعني في بمناسبه كده الحلقه اللي جايه في عيد الام، ما كانش ينفع ما نكونش موجودين مع نماذج زي كده. الحمد لله. تحيه لكل سيده جميله فاضله معانا، وتحيه اتفضلي. الحمد لله والشكر لله. انا امبارح اتكرمت من السيد الرئيس وخدت الام المثاليه. برافو. فدي كانت شرف. حبيبه بتسقف لي. كان شرف ليا، واداني وسام الكمال. يعني دي حاجه أنا جميله بشكر.
جميلة جدا. أنا بشكر حضراتكم جزيل الشكر الحاجة فايزة حسن والدة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد بقى محمود شعبان. شكرا لحضرتك يا فندم. حبيبة ابنة البطل بنت البطل الجميل الشهيد بشكرك يا حبيبة. حبيبة أحمد محمود شعبان صح كده؟ تحيا مصر. قول يلا تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك.